السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا ان شاء الله ندير معكم فلوغ. جينا سيدي حرازم مع العائله، نديروا فلوغ سيدي حرازم. هي صغيره ما كبيرهش بزاف، صافي. نتمنى يعجبكم الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش لايك الفيديو، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. دي اختي شاركوا في القناة، شاركوا في القناة وديروا لايك وسبسكرايب وديزلايك. ديزلايك هذيك الله. هنا ملي عاد وصلنا نزلنا من الطاكسي، كنزلو من الطاكسي نيشان كنهبطو شوية كنلقاو هاد الدخلة هادي، كنهبطو لديك الساحة اللي فيها الماء و المهم هاهي دي الساحة اللي كنهبطو لجهتها. عاد نهبطو من الدروج. انتما كيف كتشوفوا البلاصه صراحه زوينه، بالخصوص دابا حنا وصلنا الصباح، بقى الدنيا شويه خاويه، ما كاينش الناس بزاف، هي راه كتكون عامره اكثر. هنا كنهبطوا في الدرج كنلقاو هادو اللي كيبيعوا هادشي ديال الطين، هادشي هاد الاعشاب. كاين حتى البلايص فين كيجلسوا الناس كيتكراو. هنا في كاين الماء ديال سيدي حرازم، الماء طبيعي كيكون موحد العين. هنا في الجهه هادي اللي بغى يفطر، وتما كاين اللي بغى يجلس عاوتاني، وفي الجهه هنايا الناس اللي كيبغيو يفطروا ولا ياكلوا في العشيه عاوتاني، وهنا الطواجن. صافي من هنا غنهبطوا للدروج الجهه ديال لابيسين باش غنهبطوا حنا للجهه التحتانيه تما نجلسوا. هنا في كاين لابيسين فهاد الشيء هادي الدخله ديالو، هذا لابيسين الاول، والتحت كاين المنزه تا هو فيه لابيسين، كاين العيالات بوحدو، كاين اللي مخلط، وكاين ديال الرجال ثاني بوحدو. هنا المنزه حتى اللي بغى يدخل غير ياكل، كاين واحد الجهه غير الماكله، كاين جهه ديال اللعاب ديال الدراري الصغار. صراحه هنا البلاصه زوينه، احنا غنكملوا طريقنا حتى نوصلوا للجهه اللي باغي نجلسوا. هنا دخلنا للسوق اللي جاي في الطريق، يمكن هنا داكشي تقليدي واللعاب بحال السوق اللي الفوق، يعني هما بحال بحال، غير هذا جاي في الجهة التحتانية والاخر في الجهة الفوقانية. في حتى داكشي ديال النقرة والساعات، المهم كلشي في هاد السوق هذا. هانتوما هنايا صافي، هنا خرجنا من السوق من الجهه الاخرى، نيشان خرجنا في الجهه ديال الساحه اللي هنا باش نجلسوا. نجلسوا في هاد الجهه هادي، وهنا البلاصه
300 درهم زعما الناس اللي بغيو يجيو. هنا حنا جينا معنا الفطور ديالنا هي دي الحلوة اللي حطيت في داك الفيديو اللي قبل. هادو حلوات واحد اخرين ديال غريبة ديال الزبيب ومنها اللوز ايفيلي وهذا بحال الصابلي ديال الباطو وديال السليلات معمر بالفواكه الجافة والقص حركه. اييه صافي هنا من بعد الفطور صحينا شويه وغنوضو ندورو. حتى هنا كاينه بلاصه العين بحال الجهه اللي الفوق اللي بغى يعمر الماء. وهنا كيكون حتى اللعاب عاوتاني تقريبا ملي كتعمر الدنيا مول العصر عاد كيخدموا اللعاب وكل شيء. المهم هنا فين كيكونوا اللعاب هانتوما باقيين جامعين هادشي. حنا دابا غنمشيو من هاد الطريق هادي نيشان ندورو نشوفو. هنا ملي كنخرجوا من داك الطريق كنمشيو نيشان كاينه هاد القهوه هادي وحدها الجامع هاهو في الجير. فدابا غنطلعوا سيري نيشان وندورو. هنا الجماعه يعني هاد الساحه هادي قبلت الجماعه كجايه صراحه كتشوفوا من الجهه هادي الساحه كامله الجبال. حنا غنكملو طريقنا نيشان باش غنوليو نمشيو للساحة الأخرى نوصلو تاليها اللي في الفوق باش ندورو فيها. ملي كنطلعو من ديك الجهة فين جالسين هاد الطريق هادي كاين هنا لابيسين ديال لوطيل. كنطلعو نيشان كنخرجو فهاد الدخله هادي ديال الفرازي باش كنهودو من داك الدروش. هادي قبلت فين كيوقفو الطاكسيات و الكار واحد الكار هي اللي صورت في اللول كاع وصافي. نفس البلاصه اللي صورت في الاول هي هادي. شوفوا المنظر زوين صراحه. هنا هادي هي بحال السويقة ولا ماعرفتش كيقولو لها. هنا الفوق كيبيعو داكشي كيتباع فيها داكشي ديال الطين و الصنادل داكشي ديال التقليدي زعما الحوايج. ندخلو لها نتوما. هنا كاين تا البلايص فين كيجلسو هاهو.
كنبيعو حتى هادشي ديال الحلاوي اللعاب. هنا هاد الباد هادو كيتباعو الناس اللي بغاو يعمرو الما ويديوه معاهم. لي زاكسيسوار زعما صافي حسني كنبغيو نخرجو لهنا ثاني للساحة. هنا ملي كنخرجو من ديك السويقة الساحة كنجيو نيشان كنلقاو هاد البلاصة هادي كنطلو منها كاين لبيسين لبيسين ديال الدراري تما. وهنايا هاد البلاصة اللي صراحة زوينة كتبقاو تشوفو هاد الجبال هادو والخضورة والسما منظر زوين. اللي بغا يتصور هنا نصور لكم علاش كيطلو تما لابيسين هذا غير ديال الدراري صافي. وديك الجهه كاين فيها الجبال هنا سيني غنوليو نمشيو باش نهبطو لتحت صافي. دابا مهم سرينا ومشينا تغدينا وارتاحينا ومرها حسين بلي هضرنا ودابا غنمشيو بحالنا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا يعجبكم ما تنساوش لايك الفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ويلا عجبكم هذا الفيديو ديروا لي كومونتير باش ان شاء الله نديروا لكم فيديو ديال لي تشالنج ان شاء الله.